حاجتك دي يا كابتن. الجدعانه واحد قصاد واحد. الافلام كلها والفلوس. نعم يا اخويا الافلام والفلوس. بس عملت محضر في الاسم، هعمل ايه؟ لا ما تعملش حاجه، انا اللي هعمل. سيبني وقفه امان على نفسي. مش كاتب. بقول لك اكتب بدل ما اخلي شكلك وحش قدام الناس دي. مش ممكن. اكتب، ما انت اصلك تشتغل بيهم. خلصني يلا. امال بس اعمل لي عضلات وبندام ورامبو كده مرتاح؟ مع السلامة. بقى ده جزات اخلاصي معاك السنين اللي فاتت. بدل ما تطمن عليا وتعرف ايه اللي حصل لي، همك على الفلوس وبس. ده انا بني ادم يا اخي، يعني اهم من الفلوس. طز في الفلوس، طز في الفلوس، طز في الفلوس. الفلوس مش يعني ورقة بنك نوت، الفلوس يعني نفوس بحديد يفوت. أما عن سوق الأسهم فقد ارتفع مؤشر داو جونز لأسعار الأسهم الثلاثين الصناعية في بورصة وول ستريت بنيويورك بدرجة طفيفة بلغت 3.36 درجة في تعاملات نشطة بلغت 186.7 مليون سهم. وقد حل دون تقدم أسعار الأسهم الأمريكية ارتفاع عائدات السندات وتراجع أسهم الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا. هنا منزل زيكو، لا يوجد أحد بالمنزل. هذه رسالة مسجلة، اترك اسمك ورقم تليفونك بعد سماع الصفارة. This is Zico's residence. This is a recorded message. Please leave your name and telephone number after you hear the beep. Thank you. الله يخرب بيتك يا ديك، عامل لي فنان. ده انت تاجر، تاجر حرامي كمان. كل اللي يهمك ان حسابك في البنك يوصل 2 مليون دولار. منين؟ مش مهم. طب طز في فلوسك وطز فيك، مش طز بس. 55 مليون طز. أسكام. أنا عندي مصنع جلود، جاكيتات، بلاطي، شنط، أشيك موديلات في مصر تلاقيها خارجة من مصنعي. أنا كنت بصدر كميات هايلة لروسيا، دلوقتي طبعا كل حاجة اتغيرت. عربيتك لذيذة. تعبت من السواقة؟ أنا متعود على الموتوسيكلات أكتر. اللي خلاكي تعزميني على الحفلة؟ الإعجاب من أول نظرة. مش يمكن أطلع شرير؟ ركع الخبرة. وبعدين انا دايما بشوفك من بعيد مع زيكو وبحس ان انت مظلوم ومن حقك تطلع لفوق. ازاي؟ لو مرة تعرف بس انا ايه، حيدق قلبي تغني عليه. لو مرة تعرف
حدق قلبي تغني عليك تقسم وديسكو نقص لي من اللي قلبك يحلم بيه لو 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 مرة تعرف لو مرة تعرف بس كل شويه تسيبيني لوحدي سكرتوا لا لسه مالك مبوش كده حبيبي عايز اهرب من هنا واروح جليم مشتاق اشوف خالتي قوي بقالي سنتين ما شفتهاش you always promise yeah we're going to get to New York yeah for sure we're going to get to hey عايزي. أنا ما بعرفش البني آدم ده صح بطلي حركاتي أنت مش قدي على الأقل ده واحد غريب مش عايز أصحابي عموما حلال عليك ده اللي جابك هنا